اتفضل. السلام عليكم، انا جمال عبد الستار من بحيره، وشغال في شركه الاحتلال البحريه من المتظاهرين بتوعنا دول. الشركه دي طبعا هي اللي عملت الاصلاح بتاع غرب النوبليه، وعملت كشكة، وعملت اصلاح في شبرا، وعملت الاصلاح في سينا. ماشي، العماله ديت كانت مرتباتها بتعادل شركات البترول ايام زمان، ايام الستينات والسبعينات. ماشي، جينا النهارده بقينا اسوأ من الحكومه. النهارده مش طايلين، بعد 24 سنه مش طايلين ربع المرتب. ماشي، بقالنا شهور ما قبضناش. ماشي، زي ما انت شايف، احنا بس عايزين يعني يطبق القانون بتاع القرار بتاع ال 106 بعودتنا للقطاع العام تاني عشان ناخد شغل ونقدر ننتج. ماشي، الاراضي البلد اللي اتبنت دي كلها، الاراضي السمراء، الاراضي الدلتا والوادي، ماشي، مين اللي هيبني؟ مين اللي هياكل مصر؟ هي شركات الاصلاح اللي انت شايفينها ديت، الناس دي اللي انضرب فيها الغام في الصحراء، واللي قرصوا عقرب، واللي قرصوا تعبان. حصل. ماشي، في توشكا وفي سينا وفي هنا. ماشي، النهارده ما عادش لاقيين مرتبات، النهارده ما عادش عارفين نعمل نقول ايه لعيالنا، نقول ايه لحارمنا. ماشي، النهارده ما عادش، احنا النهارده فاضل شويه ونشحن. ماشي، ما عادش فيه، عايزين شغل، عايزين شغل. الشركه العقاريه دي اللي كان شغال فيها طلعت حرب مدير، ماشي، من ايام الملكيه، وهي بتستصلح اراضي وبتعمل وهي اللي اتقال الرجاله اللي كنت شايفينها والعينات اللي ديت. ماشي، هي اللي عملت، هي اللي عملت الاصلاح، هي اللي عملت غرب النوبليه، هي اللي عملت البلد. جمال. الاراضي جمال. اللي اتبنت دي مين اللي هيستصلحها غير الشركات دي؟ ماشي، في برضه مهندس غازي. ماشي، ده مدير عام في الشركه العقاريه. عايزين نوصل رسالتنا للناس اللي بيحكمونا، بيحكموا البلد ايا كان. احنا مالناش انتماءات سياسيه. عملنا ثورتين، وثورتين هتبقى دستور عظيم كفل للعمال الغلابه ديت حقوقنا. ما ينفعش في العهد اللي احنا عايشينه دلوقتي اللي يحصل مع عمال مصر، دول من انضف العمال اللي موجودين في مصر. دول ناس كلهم شاركوا في المجهود الحربي في 67، قهروا قناه السويس بعد 73، قهروا الصحراء. دول رجاله الصحراء، دول جنود الامن الغذائي. الامن الغذائي بتاع مصر بيطلع من تحت ايد الرجاله دي. صح. شركات الاستصلاح فيها ناس لا ندري. اذا مصر عرفت قيمتها هتقدر تقف على رجليها. اذا عملتهم بالطريقه دي بدون مرتبات، العامل هيشتغل ازاي؟ هينتج ازاي؟ مش وظيفتنا ان احنا نجيب شحجب عنه النهارده الاستصلاح. الاستصلاح ده هو المنفذ الوحيد لان مصر ترجع اقتصادها اقتصاد عالمي. الوحيد، البلد الوحيده اللي عندها امكانيات ان هي تكون من اوائل الدول هي مصر. ليه النهارده تطلع قرارات 106 17 5 17 5 106 اصدره الدكتور الجنزور؟ ما فعلوش ليه؟ ما فعلوش ليه بعد هشام قنديل؟ ما فعلوش الدبلاوي ليه؟ القانون ده صدر رئيس وزراء، يعني يعاقب عليه اللي ما ينفذوش، لان من ضمن بنوده ان هو بيقول لك على الوزير المختص تنفيذ هذا القانون. ازاي ما ينفذش القانون؟ حاجه ثانيه والاهم، احنا قمنا بثورتين كان شعارنا ايه؟ عيش، حريه، عداله، اجتماعيه. اصبحت عمال تطلع مش لاقيه العيش. مش لاقيه العيش. حريه ايه اللي احنا بنتكلم عنها في ظل عدم وجود العيش؟ عداله اجتماعيه بتتكلم بمثالين ليه؟ الغزل والنزيه. فروع تدخله 6 مليار لتطوير. احنا ما ندخلناش ليه فروع لتطوير. فين العداله الاجتماعيه؟ مقابل الاطباء بالطالب بكذا. انا مانيش لاقي مرتبي. احنا عندنا اسر، احنا اولادنا كلها في جامعات كليات القمه وجامعات محترمه والطلبه محترمين. نقول لهم ايه؟ نقول لهم حكومه البدلاوي قالت خلاص روحوا كلوا صوت. احنا بنناشد الرئيس عادل منصور وبنناشد المشير عبد الفتاح السيسي. يا سياده المشير، شركات استصلاح الاراضي انت تعرفها كويس، نفذت للقوات المسلحه اكثر من مشروع، نفذت الكفاءه عاليه. احنا بنطالب حضرتك، انت خدت 810,000 فدان في مدينه الفرافره، بنطالبك ان انت تشركنا معاك. تشركنا معاك عشان نقدر نشتغل وعشان نقدر نوفر مرتباتنا وما نجيش نظهر، احنا عايزين نمشي. انت حضرتك شرعت وقلت ان انا بقوم الساعه 5 اشتغل. احنا واخدين على شغل الليل، احنا نظام ورادي، احنا بنظام ثلاث ستات.
ثلاث تشكات في المواقف. احنا رجالتك يا سياده المشير، اذا كنت عايز رجاله تقف معاك احنا رجاله الاستقرار. رجاله الاستقرار بين الشهور المرض ما عظم، سنتين ما بيصيبوش علاج، سنتين ما بيصيبوش، ثلاث شهور ما بيصيبوش مرتباتنا، ناكل ونشرب منين؟ الدستور كفل للمواطن حريه العمل، حريه ان يبقى عنده راتب. وإذا تقاست الحكومة نسأل مين؟ جاوبوا علينا وقولوا لنا نسأل مين وإحنا نسأل؟ نسأل مين وإحنا نسأل؟ ما بتفعلوش قراراتكم وتلتزموا بقراراتكم ليه؟ أنتوا مش عايزيننا ولنا مش عايزين. لكن إحنا بالطريقة دي وبالوضع المهم ده كان بيجاكل العمالة دي قنابل موقوتة، وبعدين شخص سوي إلى شخص غير سوي. في الآخر بنتنبه حضرتك هيحصل مجاعة في البلد وهتحصل ثورة جياع، ونقطة الشرار وانطلاق ثورة الجياع من داخل عمال شركات القطاع الأرضي. فيا ريت حضراتكم مشكورين تكون حل مشكلتنا بتتلخص في تطبيق القانون 106 سنة 2012 وهزروا الدكتور الجندوري، ورجعنا للقانون 203 بيضمن لنا حقوقنا، بيضمن لنا ان وزاره الزراعه تسند لنا شغل بالامر المباشر او بالمؤسسات المحدوده. يا ريت حضرتك تضمن لنا مرتباتنا لمده سنه لحد نتيجه تطوروا الشركات وتسندوا لها اعمال. اذا كنتوا عايزين مصر تقف على رجليها هناك رجاله تقوم عمال اصلاح الاراضي. يا ريت تاخدوا بالكم من الناس دي وجودكم ودمع عزتكم